اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشيت أمل وهدى لفت عشان تركب مع سيف، فبتبص قدامها لقيت يزن في عربيته وكان خارج من الجامعة وبص عليها بانزعاج. يا لهوي على الحظ. ايه يا بنتي ما تركبي يلا. يا ربي يا ريتني ما وافقت اركب معاك، زمانه هيقول عليا ايه دلوقتي. يوه هو مين ده؟ وركبت هدى وقالت لا ما تاخدش ببالك، اما انتي وصاحبتك دي بنات غريبه بشكل، بس لزاز قوي على فكره. طب سو انت ساكت. اول ما وصلنا للفيلا نزلت من العربيه ولسه هتحرك لقيت يزن بيخرج من العربيه هو كمان وبيبص ناحيتنا. دخلت تاني العربيه وده كان غباء مني بصراحه، بس اعمل ايه، كنت عايزه استخبى منه. ايه مالك يا هدى ركبتي تاني ليه؟ نسيت شنطتك؟ ها لا شنطتي في ايدي اهي. طب ايه عايزه تروحي مكان تاني ولا ايه؟ انا مش فاهم. سيف خبيني بالله عليك خبيني. في يا بنتي مالك خايفه كده ليه؟ دكتور يزن هنا. وايه المشكله؟ صح هو ماسك دفعه اولى. انت طلعتي بتدرسي اداره اعمال؟ شفت حظ المنيل. طب وايه المشكله يا بنتي؟ ما عادي المشكله انه شافني راكبه معاك مرتين يا سيف، ها يقول عليا ايه دلوقتي. اوبا ده يزن فعلا في الحاجات دي بقى بيعلق قوي وبيتعصب. يا لهوي انت بتقولها في وشي. طب خلاص انا اسف يا ستي، هاتي قفاك اقول لك فيه. يوه ده وقت هزار. انت مجنونه يا هدى، انزلي انزلي. طب ودكتور يزن هقول له ايه؟ لا كبري مش هيعمل فيكي حاجه، ممكن بس يشيلك الماده. نعم انت بتهرج؟ وربنا بتكلم جد، يزن لو حطك في دماغه هيشيلك الماده. يا لهوي انت بتتكلم جد؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ بصي روحي فهمي الوضع، ان يعني كنت بوصلك عشان طريقنا واحد، ويا رب بقى يفهم ويرحمني من ايده التقيله دي، لانه مش هيرحمني وهيجي يلطش فيا. انا عارف. يوه جيت اكلمه بس مش بيرضى يسمعني. حلو قوي، وده مؤشر اكيد انك شلتي الماده. خلاص يا قطه منك لله يا سيف، انت اللي خلتني اركب معاك. الحق عليا يعني بعمل خير وارميه في البحر؟ ادي شكرا. هدى بصت له بضيق وخرجت من العربيه وهي بتتلفت حواليها وبتقول يا رب يا رب يكون مشي يا رب. وجريت بسرعة على البيت الصغير اللي قاعدة فيه مع مامتها، لكن قبل ما توصل لقيته قاعد على كرسي. هدى وقفت مكانها. اتقفشت. نعم يا دكتور. تعالي عايزك. والله العظيم الموضوع مش زي ما حضرتك فاهم، انا كنت قصدي هو كان ايوه احنا كان بيوصلني عشان انا. انت بنت دادا وداد الطبخة الجديدة صح؟ وخلاص نقلتوا اللي عايش هنا مش كده؟ بس والله العظيم ما فيش بيني وبين سيف اي حاجه، هو وصلني بس عشان طريقنا واحد وعشان انا لسه مش عارفه طريق من هنا للجامعه. ما يهمنيش كل اللي قلتيه ده، لكن لازم تعرفي اني مش بحب الحال مايل ومش برضى بيه. قال كده وسابها ومشي وهي قعدت مكانه واتنهدت بضيق. اوف بقى ده مش بيفهم ليه بس. يوه وبعدين بقى انا احسن حاجه اخرج الموضوع ده من دماغي. الله ايه ده دكتور يزن جه هنا كمان، انا فرحانه قوي انه قريب مني ومش مصدقه انه ابن عمي. انا في حلم ولا في حقيقه يا ناس؟ هدى يا بنتي انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ انت كويسه؟ ها يا ماما كويسه الحمد لله. عرفتي توصلي هنا لوحدك زي ما عفاف شرحت لك الطريق؟ ها لا يا ماما اسف ابن عمي وصلني. نعم يا اختي مين اللي وصلك؟ ايه يا ماما اسف شافني خارجه مع صاحبتي فقال لي تعالي اوصلك، بما اننا يعني نفس الطريق فركبت معاه. يا حلاوه كده بالسهوله دي تركبي معاه؟ ايه يا هدى في ايه؟ ده اللي انا ربيتك عليه. ايه يا ماما وايه المشكله مش ابن عمي؟ حتى لو ما تركبيش مع اي شاب عربيه تاني فاهمه؟ وكمان سيف ما يعرفش الحقيقه، ما يعرفش انك بنت عمه، ازاي تركبي معاه؟ عقلك كان فين؟ انا اسفه يا ماما مش هتكرر تاني ومش هركب معاه تاني. هدى يا بنتي انا عارفه انك بتعاني من ظروف صعبه قوي وعذراكي والله، وعارفه انك نفسك في عربيه زيهم، بس اصبري يا بنتي الصبر حلو ومهما كان اوعي تتخلي عن مبادئك او اللي ربيتك عليه. حاضر يا ماما انا اسفه اوعدك مش هتتكرر. ربنا يبارك لي فيكي يا بنتي، تعالي يلا عشان نتغدى، اكيد انت راجعه من الكليه جعانه. يا ماما انا واقعه من الجوع. يا حبيبتي تعالي يلا. وبالفعل قعدوا واكلوا سوا، وهدى حاولت تبعد نفسها عن اي حاجه ممكن تزعلها وما تفكرش غير في الحلو وبس. هدى قررت تطلع تقعد في الجنينه. الله المنظر هنا تحفه قوي، اللهم بارك. وكان يزن في الوقت ده في بلكونه اوضته وشافها، فغصب عنه فضل يراقب تصرفاتها اللي كانت محيراه مش عارف هي بنت كويسه ولا لا. وهدى فضلت تتمشى في الجنينه ومش واخده بالها من يزن خالص، ولما لقيت خرطوم المياه مسكته وبدأت تسقي الزرع وهي مستمتعة. الجو جميل فعلا للقعدة في الحديقة في الوقت ده. وبصت لصاحب الصوت، سيف انت بتعمل ايه هنا وايه اللي مصحيك؟ معقولة كانت بتستناه؟ يعني كان بينهم معاد انهم يتقابلوا هنا بعد نص الليل؟ معقولة ما جاليش نوم فقلت انزل اقعد في الحديقة فشفتك فجيت اقعد معاكي، المشكلة بقى؟ يزن حاول يسمع هما بيقولوا ايه فسمعهم،
لا لا لا، تقعد معايا فين؟ انا خرجت بس لما حسيت ان الكل نايم، لكن طالما انت لسه صحي وهنا فانا هدخل عن اذنك. استني بس يا بنتي، ما انت كنتي قاعده، هتدخلي ليه؟ يعني انت شايف انه يصح افضل انا وانت لوحدنا هنا؟ وايه المشكله يعني؟ مش فاهم. جايز انت مش شايف مشكله، لكن انا ما تربيتش على كده. تصبح على خير. يوه بنت غريبه قوي. اما يزن فابتسم لما سمع اللي قالته واتنهد براحه ودخل نام والبسمه مزينه على وشه. تاني يوم الصبح خرجت هدى عشان تروح جامعتها، فشافها يزن. صباح الخير. استغربت جدا ان هو اللي بدا التحيه. صباح النور، ازاي حضرتك يا دكتور؟ تعالي اركبي، هوصلك الجامعه في طريقي. لا شكرا، انا اتعلمت الدرس كويس قوي ومش هينفع اركب مع حد غريب حتى لو كان نفس طريقنا. وابتسم ولما شاف اخته رايحه ناحيه عربيتها فنده عليها وقال كارما. نعم يا زينو، صباح الخير يا كبير. صباح النور يا كوكي، ممكن تاخدي هدى معاكي للجامعه؟ تمام مفيش مشكله، بس تدفع كام الاول؟ ماديه حقيره. لا انا اروح اركب مواصلات عادي، انا اسفه الازعاج. يا بنتي الحوار مش كده. لا كوكو بتهرج معاكي، بس هي بس كل لما تشوفني لازم تقلبني. اي نعم، وايدك بقى عشان خارجه مع اصحابي بعد الجامعه. كارما ممنوع تتاخري، مفهوم؟ اوكي يا كبير، يلا يا هدى اركبي لحسن يعني يرجع في كلامه ويلغي الخروجه. هدى ركبت معاها وهي مستغربه ايه طبيعه العلاقه اللي بتجمع يزن بكارما، وليه بيعملها باريحيه كده، وليه هي بتدلع عليه بالشكل ده. وفي حقيقه الامر هدى اتضايقت قوي وفضلت طول الطريق ساكته. هدى ايه رايك تيجي معانا؟ اجي معاكم فين؟ نعمل شوبينج يا بنتي. ايوه بس انا عادي عادي، معايا فلوس، ما انا لسه واخده فلوس من يزن. يزن ابن عمك صح؟ انتوا مخطوبين؟ هنا كارما ما كانتش سمعتها لان جالها مكالمه وردت عليها. ايوه يا ليلو. لا جايه، انا في الطريق اهو. هنروح نخربها بعد الجامعه. خلاص يا بنتي اخدت الاذن وهنخرج براحتنا. اوكي يلا باي، اشوفك كمان 5 دقايق. هدى كنت بتقولي ايه؟ فالمره دي جه لهدى اتصال من مامتها. لحظه بس هرد على ماما. نعم يا ماما. ركبتي يا حبيبتي؟ لا لا ركبت مع كارما. في عربيتها هتوصلني للجامعه، ما تقلقيش. معايا فلوس يا ماما. ماشي يا حبيبتي. استني ما تقفليش، استاذني بقى دادا وداد انك تخرجي معانا. ماما كارما عايزاني اروح معاها نعمل شوبينج. اخاف تتوهي يا بنتي، انت عمرك ما روحتي الاماكن دي. ما تخافيش يا ماما، انا مش صغيره. طب هتعملي ايه؟ انت مش معاكي فلوس. هتفرج بس، يعني هشوف الوضع، انا مش هشتري حاجه. وداد بضيق عشان بنتها وعشان ما تزعلش وكرامتها ما تنقحش عليها. لا يا هدى يا بنتي بلاش تروحي. لا يا ماما عشان خاطري بقى، سيبيني اروح معاها. كارما شدت منها التليفون. يا دادا سيبيها تيجي معانا، ما تخافيش عليها ماشي، بليز عشان خاطري. ماشي يا انسه كارما، خدي بالك من هدى، خلي بالك عمرها ما راحت الاماكن دي. اوكي دونت وري. هدى هتخلصي النهارده الساعه كام؟ يعني على الساعه 12. قشطه قوي، وانا كمان اخلص 12. تمام هعدي عليكي، استنيني قدام الكليه. اوكي ماشي تمام هستناكي. ولما وصلوا هدى قابلت امل. صباح الخير، ازيك يا امل؟ اهلا اهلا. ايه مالك؟ عادي يعني مفيش. لا في امل، مالك؟ هو انا زعلتك في حاجه وانا مش واخده بالي؟ لا مفيش، بس بقيت مستغربه تصرفاتك او اني ما كنتش عارفك كويس. مش فاهمه يا امل. قصدك ايه؟ يعني عادي لما ركبتي مع اللي اسمه سيف امبارح، وكمان وقت ما خبطك بالعربيه سمحتي له انه يوصلك، وكان عادي جدا. يعني بصراحه انا اتصدمت، ما كنتش اتوقع منك ده، او زي ما قلت لك يمكن انا اللي لسه ما اعرفكش كويس. بس اللي عايزاكي تعرفيه هدى اني مش بحب كده ابدا، وكلامي عن دكتور يزن ده من باب الهزار، لكن عمري ما كنت هروح اجري وراه ولا اكلمه او حتى اروح له مكتبه او اي حاجه من الكلام ده. ها وعشان كده انا متمسكه بيكي يا امل، لاني مش هلاقي صديقه باخلاقك الحلوه دي احكي لك على كل حاجه. بس قولي لي الاول لسه قد ايه على المحاضره؟ 10 دقايق. تمام حلو قوي، هلحق بقى احكي لك باختصار. مش فاهمه تحكي لي ايه؟ حياتي يا امل، بس استحلفك بالله ما تقوليش لحد ابدا، لان لو بابا عرف مش هيحصل كويس والدنيا تتقلب فوق راسي. انا مش فاهمه حاجه يا هدى، احكي لي وما تخافيش، والله ما هقول لحد. وعد يا امل. وعد والله يا هدى، ما تخافيش. هدى حكت لها حكايتها كلها، واللي خلاني اركب في اليوم ده مع سيف ان ما كانش معايا 8 مواصلات، فاضطريت اركب معاه والله، لكن خلاص عرفت غلطتي ومش هركب مع اي شاب تاني حتى لو كان ابن عمي. لا 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 مش مصدقه، يعني ابوكي رجل اعمال مشهور ده وانتي مش معاكي حتى 8 مواصلات؟ ازاي ده؟ انا مش قادره اصدق ولا حتى عقلها. وانا كمان يا امل والله مش قادره اصدق خالص، ولا قادره افهم ليه بيعمل معايا كده. يا حبيبتي يا هدى ربنا يعينك على حالك يا حبيبتي. شفتي السخف بقى؟ اهو رايحه مع اختي اعمل شوبينج مع اني بنت طباخه وكمان مش معايا 8 الحزام حتى. يا حبيبتي يا هدى طب بصي بلاش تروحي عشان يعني ما تتحرجيش. لا انا عايزه اروح مش علشان اشتري، عشان بس نفسي اشوف المكان هناك، طول عمري بحلم اني ادخل اماكن فخمه زي دي، وكمان عشان اقرب من اختي يا امل، فهمتي؟ هدى طب خدي الفلوس دي، انا كنت محوشاهم،
خديهم معاكي، يمكن حاجة هناك تعجبك وتعزي تشتريها. لا لا مش هشتري، ما تخافيش، أكيد مش هحرج نفسي. فاهمة، بس انتي غصب عنك لازم حاجة هتعجبك وهتحبي تشتريها، فهاتيها بالفلوس دي. لا يا أمل، ازاي ده يعني؟ دي فلوسك يا بنتي. يا بنتي عادي، وقت ما باباكي بقى يفك عليكي ابي يردهم لي. لا يا أمل مش هينفع. لا يا هدى، عشان خاطري خديهم وما تزعنيش منك، ويا رب بس يكفوا. تسلميلي بجد يا أمل، أنا مش عارفة أقولك إيه. أمل حضنتها جامد قوي، فغصب عن هدى عيطت. أنا تعبانة قوي يا أمل، الوضع اللي أنا عايشة فيه ده محدش يتحمله، بس مش راضي أظهر حزني ولا ضعفي عشان خاطر ماما. ماما ضحي كتير قوي عشاني ومش عايزة أزعلها. أنا عارفة ومتأكدة إنها مقهورة عليا، بس مش بتبين ده، ما هو مقابل يد حيلة. أمل فضلت تطبطب عليها وهدى تفضفض بكل اللي جواها لحد ما هديت وجم يدخلوا المحاضرة، لقوا نفسهم اتأخروا. أنا آسفة يا أمل، ضيعت عليكي المحاضرة. ولا يهمك، بس تعالي نحاول، ولو وافق يبقى حلو قوي، ولو ما وافقش يبقى نيجي ونفطر على رواقة. وبالفعل راحوا للمدرج، لكن الدكتور مرضيش يدخلهم، فلسه يرجعوا لقوا يزن. ايه يا بنات واقفين برا ليه؟ دكتور حسام مش راضي يدخلنا عشان يعني اتأخرنا. ويزن لاحظ عيون هدى. هدى انت كنت بتعيطي عشان كده؟ تعالي ادخلكم، بس انت جايه من بدري، ليه ما دخلتش على طول؟ اسفه انا اللي اخرتها يا دكتور. طب وقفوا هنا لحظه. ويزن دخل لحسام وسلم عليه وطلب منه ان يدخل بنات ويسامحهم المره دي، فوافق حسام. تعالوا يا بنات ادخلوا يلا، بس اول واخر مره، واشكروا بقى دكتور حسام عشان قلبه طيب وكمان سامحكم. الطلبه كلهم سقفوا لحسام ويزن. ابن عمك ده طلع جنتل قوي زي فعلا ما بيقولوا عليه. هدى اتنهدت بابتسامه وما علقتش، وبعدها تبعوا شرح الدكتور. وبعد المحاضرات هدى راحت مع كارما المول، وهناك شافوا. ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى شافوا ايه هناك؟ وهل هدى فعلا هتتحرج ولا ايه اللي هيحصل؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.